أدب نمشكار كيسي هو مساء الفل عليك أجهم أبسي هامري خلينا نتكلم على بحثنا. طيب فكرنا وبحثنا وقلنا نعمل حاجة درامية عن حياتنا اليومية وحطينا الموقف دي بنظرة الدراما المصرية والدراما الهندية. ما فهمتوا؟ ما عندكم مشكلة، أول حلقة في برنامجنا الجديد مصري هندي راح تكون عبارة عن الموظف الهندي والموظف المصري لما يروحوا يتقدموا للوظيفة. تابعونا. طيب يا أخ كرم، واضح السي في عندك صراحة مليان وخبرتك في المبيعات كافية. يا فندم شركة حضرتك هتتغير 180 درجة معايا بإذن الله. نوع التغيير مش عارف بس هتتغير. أخ كرم، وظيفة المبيعات للأسف راحت وحاليا ما عندنا أي قسم متوفر حتى إلا تسويق، وتسويق ما حيناسبك. يعطيك العافية. إيش ده؟ بص يا فندم بصراحة أنا حتة المبيعات دي مش بتاعتي، أنا أبويا كان عايزني أشتغل بياع وأنا صغير والكلام ده، بس التسويق هو المستقبل بتاعي، وزي ما حضرتك شايف الخبرة الطويلة اللي أنا اتمتعت بيها في خلال السنين دي. أيوه ألو. مدة التليفون. نعم. نعم نعم. طيب كويس، الحمد لله. كويس كويس، شكرا شكرا. للأسف. المدام بخير؟ اشتغل المدام، وظيفة التسويق كمان راحت وما عندنا أي وظيفة متوفرة، ما في الريسبشن حتى يمكن. طب سيبك بقى من كل الكلام ده، ودي كنت مخليها لك للآخر. إيش ده؟ أنت اشتغلت ريسبشن؟ يا باشا الرزق يحب الخفية وأنا بتاع كله. يعني أنت عندك خبرة في كل حاجة. بص أنا مش طالع من هنا غير لما تشوف لي وظيفة عندك، ويعني قبول بتاع ربنا. طيب ما في وظيفة؟ الوظيفة دي شكليات، وانا معرفت الناس عندي كنوز، ولو حاب ان احنا نتعرف على بعض وسيبك من اي وظيفة. انت منين يا رئيس؟ سيبك انت فطرت الاول. سير this is my CV. اتشا جيمي. جيمي محمد اسلام ابعال علي محمد اقبال ان لوست ذا كولد ان دي كول. بس 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 اتنا برسارني نہیں سر یہ صرف میرا نام نام چورا بہلے کہا کام کیا ہے سر میں نے بہت جگہوں میں کام کیا سر یہ کراس آف چلا کراس آف میں نے اس میں کام بس مگر بگر 2000 روپے ہے 2000 سر 2000 میں کیا ہوگا سر میرے پاس 20000 بچے ہیں سر میرے پاس چار چار بیویاں ہیں سر میرے پاس 6 ماں ہیں سر میرے پاس اتنی ساری دادی دادیاں ہیں سر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کمرے میں رہتے ہیں سر آپ کو کیسا منظور رہے گا سر سر خدا حافظ سر بابلو بابلو میرا راجہ